حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، يضع المعترضون المحكمة الاتحادية في خانة المساءلة لمعرفة الأسباب والنصوص القانونية التي استندت إليها حين أصدرت قرار منح فدائي صدام مستحقات تقاعدية. اليوم الشارع العراقي والأوساط السياسية ترفض القرارات الصادرة بحق من أسموهم بمجرمي البعث حتى بعد توضيح المحكمة الاتحادية بخصوص من زج نفسه بين صفوف المدافعين عن العراق في وقت استيلاء داعش على الأراضي العراقية. بقت الآراء تتأرجح بين الرفض والقبول لهذا القرار، ويتساءلون لماذا القانون لم ينفذ بحق من لم يلتحق بالدفاع عن البلد من فدائي صدام قبل 2003. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد صيام دورة نيابية عن الاستجوابات، أعاد مجلس النواب الروح لمنظومته الرقابية مستجوبا مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي. هذا الاستجواب بداية لعدد كبير من الاستجوابات التي ستطال مسؤولين كبار وملفات ذات أهمية كبيرة خلال بحسب نواب، ويمثل التزام حقيقي بعمل المجلس من ناحية الرقابة وانطلاقة مسؤولة لتصحيح مسار السلطة التشريعية وتعزيز ثقة الشارع بعملها. هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة مشاهدينا، ونرجو أن تبقوا معنا. المحكمة الاتحادية ربما اليوم فتحت بابا آخر لرفض الشارع أحد القرارات التي عنيت بمنح مستحقات تقاعدية للجيش الخاص بصدام حسين. فمع الرفض الشعبي والسياسي لهذا القرار، المطالبات تتوالى بالقصاص من الذين ثبتت عليهم المشاركة بقتل العراقيين آنذاك من فدائي صدام. والجدير بالذكر أن منهم من التحق بزمرة داعش ضد أبناء البلد. والمزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. استقبل العراقيون قرار منح رواتب تقاعدية لفدائي صدام باستغراب ورفض شديدين. قرار هز الأوساط الشعبية والسياسية بوجهات نظر مختلفة، استدعت على الفور توضيحا من قبل المحكمة الاتحادية بتفصيل القرار والمشمولين به من المستحقين. المحكمة فصلت المستحقين بهذه المبالغ التقاعدية بعد ضجة القرار التي انتشرت بأرجاء البلد، بقولها أن هناك من لبى نداء المرجعية بتحرير الأرض العراقية حين استولى عليها داعش، في حين لم ينل المتبقين منهم جزاؤهم العادل من جرائم ضد أبناء الشعب. أما الأوساط الشعبية عزت رفض تلك التخصيصات المالية لما يعني من ضعف القوت اليومي، بالمقابل تهدر الأموال على الميليشيات الخاصة لصدام حسين التي نأى بها عن الجيش العراقي لتبقى لأوامره الخاصة تحت قيادة عدي صدام حسين. قرار عدته الأوساط السياسية وصمة عار في حال تم تنفيذه، لما له الأثر الكبير في نفوس العراقيين وما يحمل من ظلم لبقية فئات المجتمع بحسب ما صرحوا به. الأنظار ترنو إلى المحكمة الاتحادية بتصحيح القرار أو إيجاد مخرج قانوني يثبت صحة هذه الخطوة المرفوضة شعبيا وسياسيا إزاء منح الامتيازات لفدائي صدام، بالوقت الذي يستوجب محاسبتهم والقصاص من قتلة الشعب بحسب ما يتداول في الشارع العراقي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي والخبير القانوني الدكتور محسن العقيلي، وكذلك ترحيب بالأمين العام لحركة الانتفاضة والتغيير الشيخ محمد الهنداوي. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. وبداية أتوجه لكم دكتور عائد، شنو اللي يصير؟ شلون تدفع مستحقات تقاعدية لمن ساهم بقتل وقمع الشعب العراقي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك مستر بشار ولضيوفك الاعزاء قناتكم المقره والمشاهدين المحترمين. حقيقه هذا القانون اثار الجدل الكثير في الشارع العراقي بين صفوف السياسيين والشعب، وبالتالي انه التوقيت لم يكن موفق بشكل دقيق من قبل المحكمه الاتحاديه، علما اننا نحترم كل قرارات المحكمه الاتحاديه التي صدرت في الفتره الماضيه والتي كانت فيها الشيء الكثير، لكن الأهم هو احترام قرارات المحكمة الاتحادية من أجل أن تمرر العملية السياسية، وكذلك من أجل أن نذهب إلى المحكمة الاتحادية باعتبارها
السقف الأعلى لحماية مؤسسات الدولة. اليوم أعتقد أنه ما كانت موفقة بشكل دقيق في إقرار هذا القانون. إحنا إلى الآن لم ننصف الضحايا وعوائل الضحايا، أما أنه ننصف شريحة مرعبة تسببت بحالات كثيرة جدا من الجرائم البشعة ضد أبناء الشعب العراقي، وخصوصا ضد أبناء الوسط والجنوب وحتى المناطق الشمالية حقيقة، تسببت بشكل كبير في عملة تغييب وقتل ودفن أسر كاملة أحياء. فبالتالي اليوم عملية الإنصاف أو عملية الإقرار لربما البعض يقول إنها سياسية، هناك جهة سياسية تضغط، أو لربما البعض يقول إنها دولية، لأن هنالك ملف يسمى تحت عنوان حقوق الإنسان، ولربما أنه الآخر يستخدمه بشكل كبير جدا على اعتبار أنه هذه شريحة من شرائح المجتمع العراقي. ما عندنا أي اعتراض على هذا الموضوع، حتى تفسير المحكمة الاتحادية التي فسرت فيه القانون من أن هنالك بعض يعني العناوين أو بعض الشخصيات أو بعض المجاميع تم انتدابها من مؤسسات سواء كانت أمنية أو عسكرية أو مدنية للانخراط في هذه المؤسسة الوحشية، فعملية عودتهم إلى وظائفهم أعتقد أن هنالك جهات مسؤولة عن هذا الموضوع تستطيع أنه من خلال الذهاب إلى مؤسساتهم وإلى دوائرهم وتقصي سيرة الأشخاص الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين أو الذين لم يتسببوا في أي ضرر لأي مواطن عراقي. احنا نعرف أن هذا الاسم كما قلنا يثير الرعب ويثير حفيظة الشارع، وبالتالي اليوم يعني عملية أنه نعطي تقاعد لهؤلاء ونترك الأسر الضحايا، فهذه أعتقد تحتاج إلى إعادة نظر. طيب، رحب بك مرة أخرى الأمين العام لحركة الانتفاضة والتغيير الشيخ محمد الهنداوي، أهلا بك عبر سكايب. وأنا أسألك عن ذوي الشهداء شيخ محمد، شلون يعني ذوي الشهداء اللي صفاهم النظام الصدام المقبور، شلون استقبلوا قرار بمنح مستحقات مالية وتقاعدية للفدائي صدام؟ أحسنتم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولضيوفكم الكرام ولقناتكم الموقرة ومشاهديكم. الحقيقة تلقوا هذا القرار بالصدمة. والشيء الآخر أن فدائي صدام لا يستحقون أي حقوق من هذا البلد. لماذا؟ لأنهم ليسوا فدائيين للشعب ولا للدين ولا للوطن، هم فدائيون لطاغية العصر المتغطرس الجبار صدام المقبور. فعندما دافعوا عن هذا الشخص ولم يدافعوا عن أي من المقدسات فحقوقهم تذهب مع صدام المقبور، ما لهم حقوق هنا، ذولا مصيرهم الموت حقيقة. يعني ليثبت أنه مجرم بحق الشعب هذا حكمه القصاص، وهذا القرآن قبل أن يكون القضاء العراقي، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واللي سمعناه من قرار المحكمة الاتحادية هو غير مبرر، بمعنى أن بعضهم سيق إلى جماعة فدائي صدام بالقسر. خلي بالك وخلي يسمع المشاهد أنه ما من فدائي لصدام إلا وهو خاضع للسلامة الوطنية، بمعنى أنه بعثي من أسرة بعثية مولغة بالإجرام، هو أو أسرته أو أخوه أو كذا، يا الله يعبر وهم يروحون يجيبونه إلى فدائي صدام. نعم. والشيء الآخر من التبرير اللي ذكر أن بعضهم لبى نداء المرجعية العليا واستشهد كما يقول قرار المحكمة الاتحادية دفاعا عن المقدسات في هذا البلد. هذا ليس صحيحا. في مقابل هذا هناك الآلاف من شاركوا من فدائي صدام بالقتال مع القاعدة ومع داعش ومع الجيش الإسلامي ومع النقشبندية ومع غيرهم، وأولغوا في دماء العراقيين. احنا التاريخ أمامنا، مو غاب عنا، لكن للأسف الشديد
هيك قرار لما يصدر من المحكمة الاتحادية احنا بعد ما عندنا كلام، لأن يعني المحكمة الاتحادية قرارها ملزم وبحق الجميع، فاحنا ما ندري هل هناك مخرج ممكن أن تطلع به المحكمة الاتحادية للرجوع عن هذا القرار الذي. طيب إذا تسمح لي شيخ محمد، إذا تسمح لي المحكمة الاتحادية ظلموا من قبل ذاك النظام البائد، فكيف يمر هذا القرار بهذه الظروف وكأنما يعني المحكمة الاتحادية غافلة وإن شاء الله مو غافلة. طيب إذا تسمح لي شيخ محمد، المحكمة الاتحادية أصدرت توضيح عن هذا القرار، قام به هؤلاء المجرمون ضد الأبناء الشعب العراقي. نعم المحكمة الاتحادية كان عندها توضيح، يعني كما ذكرت أن من هناك من تطوع للدفاع عن البلد بعد دخول عصابات داعش، فمن كلام يعني المحكمة الاتحادية أن هناك من الفدائيين من دخل بالحشد مثلا أو أي قوات أمنية للدفاع عن العراق، وشلون الحشد أو أي جهة استقبلتهم للدفاع عن العراق؟ إذا صحت الرواية نعم أن الحشد استقبل الفدائيين فهذا خطأ فادح من الحشد ومن أي فصيل كان من الفصائل. هؤلاء لا يخلصون للعراق، الفدائيون لا يخلصون للعراق ولا الشعب العراقي، هم مخلصون لصدام كما كان يحدثنا آباؤنا وأجدادنا عن اليهود في العراق لما كان يعلن إسلامه لتقية لضرورات أمنية أو كذا، أو اللي يتعايش ويا المسلمين بعد 40 سنة يمر على الكنيسة يقول له ترى اللي بقلبي بقلبي، ذولا ما يطلعوا بصدام من 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 قلوبهم ولا الإخلاص يذهب من عقولهم، ذولا مخلصون لصدام، يكفيهم أنهم فدائي صدام، يعني ذولا مو من أبناء الشعب حتى يكونوا فدائيين للشعب، هو صدام يمثل الشعب، حتى واحد يقول عنه أنا فدائي لصدام، يمثل الدين، يمثل الوطن، يمثل المقدسات، صدام مجرم باعتراف الدنيا كلها. نعم. شلون هذا يصير فدائي وأنا جاطي راتب وطي تقاعد وأنا بعدني لحد الآن ما أنصفت الضحايا؟ إلى الآن ما انصفت. أعود لك إلى إنصاف الضحايا شيخ محمد، لكن دعني أنتقل إلى الجانب القانوني. يطلعون يقولون إحنا نعتذر عن وجودنا مع صدام لفترة من الزمن ونعتذر لذوي الضحايا. أرجع لك لهذه النقطة يا شيخ محمد إذا تسمح لي. حتى اعتذار إلى الشعب العراقي وإلى ضحاياهم وإلى ذوي ضحاياهم ما تم اعترافهم، على أي أساس أنا أجي أكرمه وطي تقاعد؟ اسمح لي شيخ محمد ارجع لك الى هاي النقطه، لكن نرحب بك مره اخرى دكتور محسن. اهلا بك من الجانب القانوني دكتور محسن، اذا تسمح لنا شيخ محمد رجاء ارجع لك لهي النقطه. دكتور محسن، من الجانب القانوني هل ممكن للقانون انصاف الجلاد؟ نعم، تحية طيبة لك عزيز أستاذ بشار، للسيدين الضيفين، لجميع السادة مشاهدي قناتكم الكرام، حياك الله. يعني مع احترامنا لقرارات المحكمة ولقرارات القضاء بصورة عامة، ونحن دائما ما ندافع عن قرارات السلطة القضائية باعتبار يعني قانونيين، ويعني نعتبر أنفسنا منتمين لهذه المؤسسة، ولكن هذا لا يمنع من أن نبدي وجهة نظرنا في قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن. حقيقة أنا مستغرب جدا من قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، لأنه أرى من وجهة نظري بأن المحكمة الاتحادية قد أقحمت نفسها في يعني في موضوع هي ليس من اختصاصها أصلا، لأنه الموضوع يتعلق بتفسير مادة قانونية وهي المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة، وتفسير النصوص القانونية ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية وإنما من اختصاص مجلس الدولة، لأنه لدينا نوعين من التفسير، تفسير النصوص الدستورية تختص فيه المحكمة الاتحادية، وتفسير النصوص القانونية يختص فيه مجلس الدولة، والنص المثار هو نص المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة، ولذلك أعتقد بأنه كان من المفترض على المحكمة أن تحيل، إذا ما أحيل إليها مثل هذا النص، أن تحيل تفسير هذا النص إلى مجلس الدولة ولا تفسر هذا النص من تلقاء نفسها. هذا أولا. ثانيا
أجد أيضا أن تفسيرات المحكمة الاتحادية لتفسير النص الدستوري غير مبرر، لأنه يعني حقيقة لم نتعود أن نرى بأن القضاء يصدر تفسير نص معين ثم يضع له مبررات معينة، وهذا يدل على أنه المحكمة يعني كانت تتوقع ردة الفعل هذه، من ضمن الأمر المستغرب بأن المحكمة تقول بأنه قد وجدت من بينها أو لا من استشهد على أثر الفتوى الصادرة من سماحة السيد السيستاني حفظه الله. أنا أقول وما علاقة هذا بذاك؟ اليوم اللي يستشهد على فتوى السيد السيستاني إلى حقوق، لكن حقوقه كشهيد وليس حقوقه كفدائي من فدائي صدام. إذا كان فعلا هناك من استشهد منهم ضمن هذه الفتوى فهو ضامن حقوقه على يعني مؤسسة الشهداء وعلى شهداء الحشد الشعبي، وليس على بكونه من فدائي صدام، ولا يوجد ترابط ما بين الموضوعين. هذا أولا. طيب لا، قبل ما تكمل ثانيا، أكو توضيح. المحكمة الاتحادية قالت أنه المتلقي والإعلام وغيره والمختصين ما فهموا القرار بشكل واضح. أكو توضيح صدر من المحكمة الاتحادية واضح. تقدر نعم. توضح لنا شنو تفاصيل هذا القرار؟ التوضيح اللي يعني؟ صدر من المحكمة أستاذ بشار، المحكمة قالت بأنه الحقوق التقاعدية لا تشمل جميع الفدائيين، وإنما هناك بعض الفدائيين كانوا يشغلون يعني وظائف مدنية أو عسكرية تم قبل ما يكون فدائي وتم نقلهم إلى هذا الجهاز، ثم بعد ذلك تم إعادتهم إلى الوظيفة التي كانوا يعملون بها. هؤلاء يستحقون الرواتب التقاعدية على أنه لا تحتسب الفترة التي قضوها في الجهاز الفدائيين من ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد. ولكن أنت تعلم حساسية هذا الموضوع من الناحية السياسية، يعني البعض يقول بأن بهذا الموضوع جوانب إنسانية، على اعتبار أنه راتب التقاعدي يشمل ليس فقط المتقاعد وإنما عائلته وأطفاله. أنا أقول لماذا لا ننظر إلى الجانب الإنساني للطرف الآخر؟ هؤلاء جهاز قمعي، جهاز كان يسمى بفرقة الموت، قتلوا، نهبوا، سرقوا. طيب من تم قتل أحد أفراد عائلته، لماذا لا نراعي الجانب الإنساني والجانب النفسي لهذا الشخص؟ كيف نمنح لهؤلاء رواتب تقاعدية وهناك أعداد كبيرة من العوائل العراقية من قام يعني فدائي صدام بقتل آبائهم وأولادهم وأقاربهم؟ هذا يعني موضوع. موضوع آخر أيضا أستاذ بشار، احنا لو نرجع للجوانب الانسانيه ونرجع تحديدا للماده 6 اللي انا ذكرتها قبل قليل من قانون المساءله والعداله، نشوف هاي الماده شلون راعت الجوانب الانسانيه. كل موظف بعضو شعبه احالته على التقاعد مع يعني اخذ مستحقات التقاعديه، كل موظف عضو فرقه يعود الى وظيفته السابقه ما عدا الرئاسات الثلاثه وبعض الوزارات الامنيه. حتى الأجهزة القمعية سيد بشار، احنا عندنا مشكلة ايضا بالقانون، حتى الأجهزة القمعية كلها مشمولة بالرواتب التقاعدية، الاستثناء الوحيد هو فدائي صدام لخطورة. يمكن الفحفي قد يكون مجبر، قد يمكن يداري عمله وغيره، رخايف من الموضوع او يحاول انه يتسلق بانتماء لحزب البعث، لكن هناك فدائيين وغيرهم أجهزة قمعية كانت موغلة ب يعني فدائي صدام سيد بشار لم يكن أشخاص عاديين، هو لم يفتح باب التطوع للفدائيين، أشخاص يتم يعني يتم اختيارهم بدقة وعناية كبيرة جدا، وهؤلاء فدائيين لصدام، حتى ليس فدائي للعراق ولا للوطن. لكن كان هذا بالتطوع مو له إجبار؟ كان لا هو كان تطوع، ولكن الاختيار أيضا يتم بدقة، حتى من يريد التطوع، يعني كل شخص يريد التطوع من الممكن أن لا يتم اختياره، الاختيار وفق مواصفات معينة. ولذلك هذا الجهاز جهاز خطر جدا، بحيث أنا ذكرت لك أنه المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة شملت كل الأجهزة الأخرى القمعية بالحقوق التقاعدية ما عدا هذا الجهاز، لأنه يعلمون خطورة هذا الجهاز. طيب أعود لك دكتور عائد، يعني إذا كان في القرار بمنح مستحقات تقاعدية لفدائي صدام يعني جنبة سياسية، قوة التحالفات اللي شهدناها اليوم هل تستحق هكذا قرارات؟ يعني أنا أريد أعقب على الموضوع يعني من البداية. تفضل. أنا أقول إنه جميع النظم الديمقراطية في العالم الآن والتي مرت بمخاضات عسيرة جدا، على سبيل المثال ألمانيا وإيطاليا ورومانيا، كانت لديها أجهزة في الفترة الماضية تنتمي إلى النازية والفاشية وإلى الجماعات المخابراتية، وبعد أكثر من 70 سنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى الآن هذه الشرائح منبوذة في بلدانها. فليش احنا نحاول انه نكون ملكيين اكثر من الملك؟
نحاول أن نتقرب أو نتزلف للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على اعتبار أن نحن نراعي حقوق الإنسان. نحن ما عندنا شك في ذلك الموضوع لأن ديننا وعقيدتنا تمنعنا من أن نقابل الفعل بالفعل. بالتأكيد إحنا هذا الموضوع ما يخطر على بالنا وإحنا ما نريد يعني هاي في حال مثلا كان هناك مطالبات من منظمات دولية أو إنسانية أو أممية نعم. لكن أكو جنبة سياسية بحيث قوة موجودة ما بين كل الأطراف هي موجودة بتحالفات واحدة تكون هناك مجاملة على حساب حقوق شهداء. أستاذ بشار عزيزي يعني الكلام احنا اذا نريد نفصل التحالفات الان اللي موجوده وعلى سبيل المثال تحالف اداره الدوله نعم. اللي من خلاله يستطيع ان يمرر اي قانون الان تحالف اداره الدوله بثلاث بيوتات، البيت الاول اللي هو البيت الشيعي هو المتضرر الكبير جدا من هذا القانون على اعتبار انه الضحايا جلهم من المكون الشيعي. البيت الثاني ايضا اللي يعني لحق به الضرر هو البيت الكردي، لكن احنا شفنا انه بعد 2003 السيد مسعود بارزاني أطلق مقولة الشهيرة عفى الله عما سلف، وبالتالي استقطب كل شخصيات النظام البائد من ساسة كبار إلى يعني موظفين أمنيين في الدولة العراقية السابقة ومخابرات أمن غيره غيره، ولا زالوا يعيشون في إقليم كردستان حقيقة. البيت السني تقريبا يعني جل الشخصيات التي كانت تعمل في النظام السابق في هذا في المفاصل الأمنية كانت أغلبها من البيت السني لأن يعني النظام ما كان يثق بالمكونات الأخرى. لكن أيضا الفدائيين أيضا كان بهم عناصر بعدد كبيرة من الشيعة. دعني أنتقل بس أكمل فكرتي سيدي الكريم. الشيعة اللي موجودين في فدائيين صدام كانوا هم السواد الأعظم القاعدة، أما القيادات فهي قيادات تنتمي إلى المكون السني، هذا ما في شك يعني. لكن المشكلة الأساسية يا سيد الكريم أنه إحنا اليوم هل تستطيع القوى السياسية الموجودة في تحالف إدارة الدولة رد هذا القانون القرار؟ بالتأكيد غير قادرة على اعتبار أنه هنالك يعني عناوين ومسميات اللحمة الوطنية والعملية السياسية والمحافظة على العملية السياسية. هو التساؤل ليش هذا الموضوع انفتح هسه؟ يعني موضوع الفدائيين قديم يعني ومنسي، شنو اللي فتح هسه؟ لو الظروف هي الظروف السياسية هي اللي خلت هذا الوقت مناسب ويمكن أن نشهد قرار إعادتهم وإعادة البعثيين إلى حتى مناصب حكومية قد تكون رفيعة. سيد العزيز أنه اليوم احنا جاي نشهد انه هنالك خطان في الدوله العراقيه، الخط الاول اللي تقوده حكومه محمد شاع السوداني واللي حققت حقيقه بعض الانجازات اللي ما كانت مسبوقه او مو بعض يعني كم كبير من الانجازات ما كانت مسبوقه، يعني احنا من نقول بعض لا ما نصف الرجل، لا انجازات كبيره ما كانت مسبوقه، فبالتالي ربما هذا اغاض القوى الاخرى من ان حكومه سيد محمد شاع السوداني اللي هي حكومه اطاريه لربما تنجح، واذا نجحت حكومه محمد شاع السوداني فنشوف نحاول انه او يحاول الاخر وضع العصا في الديلاب، مره الدولار مره القانون فدائي صدام مره كثيره هي الامور اللي تحاول ان تغلط الاوراق، ونجد ان السفيره الامريكيه تتجول في العراق من شماله الى جنوبه قياداته غيره غيره، فهذا الموضوع في حساسية. زيارة أوستن للعراق اللي ما نعرف شنو أسباب الزيارة وتم اختياره بهذا التوقيت. دعني أنتقل إلى شيخ محمد، ذات المحور قوة التحالفات اليوم، هل تستحق شيخ محمد هكذا قرارات قد تكون غير منصفة يعني بحق الكم الهائل من شهداء العراق اللي قضوا على أيدي الفدائيين؟ حقيقة في هذه القرارات كلها تقف بالضد من دماء العراقيين التي استنزفت وأريقت في عهد الطاغية صدام وحزبه المجرم، واليوم هذا القرار سواء علمت المحكمة الاتحادية بأبعاده أو لم تعلم فهو ضربة أخرى للشهداء ولو الشهداء وللسجناء السياسيين ولأبناء الانتفاضة الشعبانية اللي ذهب من أبناء الانتفاضة 250 ألف شهيد في جنوب العراق ووسطه وفي بغداد وفي شماله يعني في إقليم كردستان. هؤلاء الشهداء اليوم غاضبون على جميع العراقيين المشاركين والراضين بهذا القرار، خصوصا النخبة السياسية اللي هي يبدو أن لها اتفاقيات
وقعت عليها في داخل إدارة ائتلاف إدارة الدولة، لأنه الجماعة ما إجوا إلا يردون العفو العام، وإجوا يردون إلغاء المساءلة والعدالة، ويردون نسيان الماضي، وقاعدة عفى الله عما سلف تطبق بأوسع أبوابها وأبعادها. ولذلك هذا القرار اليوم هو صادم لنا جميعا، احنا ذوي الشهداء واللي حتى مو من ذوي الشهداء، اللي هو من هذا الشعب وما كان موافق مع سياسة صدام الإجرامية، هو اليوم مصدوم بهذا القرار. لذلك أأمل من المحكمة الاتحادية الموقرة أن توجد مخرجا لحل هذه المشكلة، لأن الشعب العراقي الآن يفور فورة حقيقية، يعني تشمل الجنوب والوسط وتشمل باقي المحافظات. هذا القرار ما محسوب، والله ما محسوب، لو كان محسوبا لكان يعني تأخذ بأي طريقة أخرى. يا أخي فدائي وصدام يأخذون حقوق، يا أخي أبناء الشهداء ما مأخذ حقوقهم لحد الآن، السجناء السياسيين ما مأخذ حقوقهم. لكن هذا السؤال مهم أيضا يا شيخ محمد، يعني اللي قدم تضحيات في سبيل البلاد شو ما حد مهتم به؟ شهداء وجرحى وذوي شهداء، لا من الشهداء قبل 2003 وما بعد 2003، من السبعينات حتى اليوم البعث يغل بدماء العراقيين. حزب البعث بدأت جرائمه من عام 63، فترة الحرس القومي اللي هو حقيقة حرس إجرامي آنذاك، وبعدين بدأت الحقبة الثانية من عام 68 إلى يوم 9/4/2003، وصدام يقتل وناس محكومة بالإعدام، نقلهم من سجن أبو غريب لما طبوا الأمريكان إلى بغداد وأخذهم إلى الفل وجوارات إعدامهم هناك، لكنه لم يتمكن. يعني الإجرام ما طلع من فكر صدام حسين ولا حتى الساعات الأخيرة. لذلك يا إخوان، ليس معنى أنه ذولا ناس الفدائيين ناس وعندهم عوائل وتعالى نعطيهم حقوق وعطيهم رواتب تقاعدية، لا يا أخي، جيبه حاكمة إذا ثبتت براءته روح الطيب، ما يخالف الطيب، لكن إذا هو مجرم مولغ بدماء العراقيين أنا أنطي والله شنو راح للجبهة وقاتل مع الحشد الشعبي، ولا هذا جابه سيقة قسرا، لا والله ماكو هالسيقة قسرا. طيب شيخ محمد، هذا الكلام لمن توجهه؟ يعني إذا تسمح لي شيخ محمد، أكو جهات سياسية كانت معارضة ومتضررة من النظام السابق وماكنته القمعية، ليش اليوم ساكتة خصوصا في البرلمان ما تحاسب مجرمي النظام السابق؟ والله شوف، أنا كنت عضو برلمان بالدورة الثانية، نعم، ما زلت أتذكر جاءوا إلي بورقة قالوا باعتبارك رئيسا للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تعال وقع حتى نمنح الفدائيين حقوقهم. قلت لهم والله هذه هوية البرلمان، وأطلع من البرلمان، ولعنة الله على كل من يوقع على حقوق الفدائيين. لا فدائيين ولا أجهزة قمعية، ولما ما لهم حق بعد بالعراق، لأن خدموا نظام جائر ظالم قاتل وانتهى دورهم، لا تقاعد ولا حقوق، ويجب أن يخضعوا للمحاكمات العادلة من قبل النظام الجديد. وخلي نسمع، أنا أريد أسمع صوت رئيس الوزراء والقادة الكتل السياسية شنو تعليقهم على قرار المحكمة الاتحادية، مو بس يحشون بالدماء الشهداء ويحشون بالضحايا ويحشون بالمجازر اللي ارتكب صدام. خلي يسمعونا صوتهم، خلي يقول شنو رأيهم، حتى لو ما راح يصير حل، لكن خلي يسمعونا رأيهم بهذا القرار. نعم. طيب عد لك دكتور محسن، أكو مخرج قانوني من هذا القرار لو راح يطبق باعتبار المحكمة الاتحادية مو قراراتها ملزمة؟ اي نعم استاذ بشار، المحكمه الاتحاديه قراراتها ملزمه وفق الماده 94 من الدستور، ولذلك نرى بان هيئه المساءله والعداله ارسلت قرار المحكمه الاتحاديه الى هيئه التقاعد لغرض تطبيق هذا القرار، وبذلك
يعني هذا القرار ملزم. ما نخشى حقيقة أن يتم أيضا الالتفاف أصلا على قرار المحكمة الاتحادية وتوسعة المشمولين من الفدائيين، لأنه قرار المحكمة الاتحادية واضح أنه المشمول هذا الجزء الذي أوضحناه قبل قليل، ولكن المشكلة أن السياسيين يصرحون بأنه تم إنصاف، بعض السياسيين طبعا تم إنصاف شريحة واسعة وكأنه القرار يشمل جميع الفدائيين. نخشى أن يتم الالتفاف على القرار أصلا ويتم شمول جميع الفدائيين وعددهم تقريبا من 30 إلى 40 ألف في العراق، وحقيقة يعني من الظلم. أنا أستغرب أيضا حقيقة، أنا كنت يعني أعتقد بأن هؤلاء المجرمين خارج العراق على اعتبار أنهم مطلوبين، لكن اليوم يعني يثبت أنهم موجودين في العراق، مو بس هيك لا، ويطالبين بحقوق تقاعدية ومعروفين، اللي يريد منهم حقوق تقاعدية أكيد يعرفهم. أنا استغرب طيلة هذه الفترة ليش ما يتم ملاحقتهم قانونية، إذا 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 أصلا هو الوحيد من ضمن الأجهزة الأمنية اللي مانع حتى من حقوق تقاعدية، دليل على إجرامه بموجب قانون المساواة والعدالة. ليش ما تم ملاحقة قانونية طول هذه الفترة؟ هذا التساؤل يعني أنا أستغربه، وكنت أظن أنه غير معروفين للحكومة العراقية، غير معروفين للأجهزة الأمنية، أو أنهم خارج العراق، لكن يوم ثبت وجودهم أنهم موجودين ويريدوا يتغاضون أيضا رواتب تقاعدية. يعني هذا الملف ملف خطير جدا. المحكمة يعني تتذرع بأنه بعضهم كانوا موظفين ما شابه ذلك. احنا نعرف احنا أبناء الوطن، وهذا الجهاز تم تشكيله بنهاية 94 بداية 95، وكان يشرف علي عدي صدام حسين أغلب من الشباب اللي كان لهم يعني يعني عوائلهم عوائل بحثية ونفسهم نفس بحثي، وكان حتى طريقة قتلهم طريقة وحشية بقطع الرؤوس حتى يختلفون عن بقية الأجهزة القمعية اللي موجودة. ولذلك هذا من أخطر الأجهزة الأمنية الصدامية اللي موجودة في العراق. لكن للأسف أقول أنه قرار المحكمة الاتحادية قرار قطعي وفق المادة 94 من الدستور، وإذا ما تم أو يراد هناك من مخرج لابد من تشريع قانون جديد أو تعديل المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة بحيث تشمل حتى من استثنتهم المحكمة الاتحادية، لي يعني نعيد الأمور إلى نصابها من جديد. لكن وفق التفسير الحادي أصبح قرار المحكمة الاتحادية قرار ملزم وباط وعلى دائرة التقاعد تنفيذه. الخبير القانوني دكتور محسن العقيلي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم الأمين العام لحركة الانتفاضة والتغيير الشيخ محمد الهنداوي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لكم. دكتور عائد شكرا لك، وأرجو أن تبقى معنا. ننتقل سوية معك ومشاهدينا الكرام إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومرة أخرى نرحب بضيفنا الكريم السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي. أهلا بكم دكتور عائد مرة أخرى، وأيضا الترحيب برئيس مركز الكتاب السيد واثق الجابري. أهلا بكم سيد واثق، وبعد قليل تكون معنا عبر الهاتف النائب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير. أهلا بكم سيادة النائب، وأبدأ معكم دكتور عائد. بداية دكتور عائد، إذا تابعتم جلسة البرلمان يوم أمس والاستجواب الذي جرى، برأيك وبحسب مراقبتك ما مدى المهنية التي سادت هذا الاستجواب؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم مرة ثانية أستاذ بشار ولضيوفك الأكارم. بالتأكيد هنالك رؤية لحكومة محمد الشيع السوداني بدأت تضغط بشكل كبير جدا على أعضاء مجلس النواب العراقي، ومن ثم نشاهد انه اليوم امس حقيقه شاهدنا الاستجواب الاخوه في شبكه الاعلام العراقي، واعتقد انه في قادم الايام هنالك استجوابات اخرى. لربما ان الاستجوابات لم تكن بالمستوى المطلوب، لكن مع ذلك هذا انذار قد رفعت حكومه محمد الشيع السوداني انه جميع تحت طاله القانون، وان ما كان يمارس في الماضي من عمليات فساد او عمليات هدر للمال او عمليات
ترهل أو أي شيء من الممكن اليوم حقيقة يصبح تحت طائلة القانون. فبالتالي هذا الاستجواب كان يعني على الرغم من ما سمعنا أنه حقق فد شيء كبير جدا، لكن يبقى أنه المجلس النواب العراقي مارس دوره الذي يغيب لفترة طويلة حقيقة. لا. ما شاهدنا المجلس النواب العراقي كان يسائل في حكومة السيد الكاظمي، ما شفنا المجلس النواب العراقي قد سأل مسؤول. نشوف اليوم هنالك العديد من المسؤول، حتى دولة رئيس الوزراء في ذهابه إلى ديالة كان هذا الموضوع هو مسائل القوى للقيادات الأمنية المتواجدة في المحافظة، وبالتالي نجد أن هنالك رؤية وفكر جديد لإدارة الدولة العراقية. وأعتقد أن هذا الأمر سوف يتطور بمرور الأيام وسوف يكون ميثاق عمل لجميع مؤسسات الدولة ومسار لحكومة محمد الشيع السوداني التي تريد أن تصحح مسارات العملية السياسية التي شابها ما شابها في الفترة طيب. الماضية. رحب بك مرة أخرى سيد واثق. جلسة أمس والاستجواب الذي شهدناه، هل تعتقد أنها بداية حقيقية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام والضيفين الكريمين. بطبيعة الحال مسألة الاستجوابات هي حالة صحية بالنسبة لمجلس النواب، وأكيد هي ممارسة حقيقية للدور الرقابي لهذا المجلس، وأيضا مساندة ودعم للحكومة في يعني ملاحظة يعني بعض الإخفاقات والتلكؤات و يعني العمل الحكومي التنفيذي. بالتالي يعني جلسة يوم أمس أكيد هي يعني مثل ما تحدث الضيف الكريم أن المجلس النواب السابق كان من أقل المجالس استجوابا، وبالتالي مسألة الاستجواب هي بطبيعة الحال هي مهمة، وأكيد مطلوب من هذا المجلس يعني استجواب أكثر من مسؤول عراقي، وبالتالي تحريك كثير من الملفات وكشف هذه الملفات، وهي حالة جيدة يعني بالنسبة لمجلس النواب. أعتقد هي من البدايات المهمة وبالتالي أداء دوره بشكل صحيح. طيب ما تعتقد الاستجوابات يمكن أن تتقاطع مع الحكومة؟ عادة الحكومات من يطلب البرلمان من عندها استجواب أحد عناصرها وزرائها أو مسؤوليها الكبار يحدث هناك ربما تقاطع بالعمل وعدم تنسيق. ممكن يعني بحسب برنامج الحكومة أنه يكون هناك تنسيق بحسب البرنامج مكافحة الفساد ومسعى الحكومة لتصحيح المسار، يمكن أن يكون تنسيق مع البرلمان؟ لا أعتقد أن الاستجواب يتقاطع مع الحكومة باعتباره هو دور معاضد بالنسبة للعمل الحكومي، لأن مسألة الاستجواب هو استجواب لأشخاص يعني قد تكون هنالك تدور حولهم شبهات أو فساد أو ملفات أخرى، وبالتالي هو الحكومة عندما تريد أن تنفذ برنامجها الحكومية أكيد ستحارب الفساد، و السيد السوداني أعلن في أولوياته مكافحة الفساد، وبالتالي هو حتى أشار في جلساته الأخيرة أشار على الوزراء أنه لا يوجد، لماذا لا يوجد تقديم لملفات الفساد، وبالتالي مسألة الاستجوابات هي مسألة مهمة بالنسبة للحكومة، وأكيد هي ستقوم العمل الحكومي وتشخص، وبالتالي هذه يعني هي ليس لا تؤثر على الحكومة بذاتها، وإنما من المفترض القوى السياسية أن لا تتدخل بعملية الاستجوابات أو لا تعتبر العملية هي عملية سياسية. طيب. وأيضا بنفس الوقت أن لا تكون الاستجوابات يعني أهم سياسي. أكو تخوف من بعض الجهات يعني حكومية وغير حكومية أن يكون بالموضوع تصفيات سياسية، قد يكون هناك استهداف سياسي بهذه الاستجوابات. هي يعني مسألة السياسي هو أكيد هنالك تنافس سياسي، وهذا وارد في العمل السياسي، وإذا كان طرف سياسي متهم فعليه أن يقبل بما بنتائج الاستجواب. والاستجواب يوم أمس يعني كان هنالك إشارات بأن النائبة المستجوبة لم تقتنع بإجابات هيئة الأمناء، وبالتالي يعني هذه وأيضا النواب الآخرين سوف يقتنعون أو ربما يؤيدون دور النائبة ويشجعوها على استجوابات أخرى، وهذه يعني حالة جيدة يعني بالنسبة للبرلمان العراقي، وأكيد الحكومة يعني ستقبل بهكذا نتائج، وأكيد تعتبرها دور مساعد بالنسبة لها. طيب دكتور عائد، الدورة السابقة ليش ما شهدت استجوابات بهذا المستوى بهذه الشراسة مع المسؤولين؟ نعم أستاذ بشار، حقيقة أرجع أيضا على ما تفضل به الضيف الكريم فيما يخص هل استجوابات سياسية أو من غير سياسية أو لربما تخضع إلى هذه المفصلية. أعتقد أن يوم الشارع العراقي بات واعي بشكل كبير جدا وناضج سياسيا
وجميع الكتل السياسية أيضا الآن تراقب العملية السياسية بدقة. فلا أعتقد أن حكومة سيد السوداني والذي يخطو خطواته بذكاء كبير جدا أن يقبل أو حتى يعني مجلس النواب العراقي يقبل أن يذهب بهذا الاتجاه، لأن هذا أعتقد هذه الفترة قد ولت إلى غير رجعة. أما فيما يخص سؤال جنابكم عن أنه الحكومة السابقة أنه لم يكن، بالتأكيد هناك الكثير من الملابسات التي شابت عمل الحكومة الماضية. هذه الحكومة التي تعتبر من أسوأ الحكومات في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيس العراق قبل 7000 سنة إلى اليوم. السيد الكاظمي كان رئيس وزراء وللأسف الشديد غير جدير بقيادة العراق، والمنظومة التي كانت تعمل مع السيد الكاظمي، كل المنظومة اللي كانت تعمل وحتى مجلس النواب العراق كان يخضع إلى ضغوط وابتزاز من قبل الشركاء السياسيين، وبالتالي لم يكن هنالك أي ملف يحرك باتجاه مساءلة أي شخصية خوفا من أن يذهب الموضوع بأنه عملية استهداف سياسي كما تحدثنا قبل قليل. هذا الموضوع اللي كان يشهده. وبعدين الحقبة اللي شهدتها حكومة السيد الكاظمي في تلك الفترة حقبة مليئة بالأحداث والمشاكل والمعاناة، فبالتالي ما أعتقد أن هنالك فسحة من الوقت أعطيت لسواء يعني مجلس النواب العراقي أو المؤسسة التشريعية العراقية بأن تمارس دورها بشكل صحيح. اليوم الموضوع مختلف تماما، وأعتقد أن الدولة العراقية ذاهبة باتجاهات يعني لتصحيح مسارات العملية السياسية بشكل كبير جدا، وأعتقد أنه أيضا السيد السوداني أجبر الكتل السياسية وأجبر جميع الشركاء السياسيين داخل تعالف إدارة الدولة على أن يمارسوا عملهم بمهنية عالية وبشفافية عالية وبوطنية وبمسؤولية. لا يوجد مجال اليوم لأي جهة سياسية من الممكن أن تعكر صفو العملية السياسية. نعم هنالك لربما بعض المشاكل الآن التي طرحت نفسها تحاول أن تضغط بشكل كبير أو بشكل أو بآخر على حكومة محمد الشيع السوداني، لكن نرى أن الأمور فيها انفراج إن شاء الله قريبة بحق محمد وآل محمد. طيب سيد واثق، هذا النهج الرقابي، هذا الأداء البرلماني الرقابي بالمستوى الذي شاهدناه يوم أمس بالجلسة العلنية للبرلمان، برأيك إلى أي درجة سيعزز من ثقة المواطن بمجلس النواب؟ نعم، هي جلسات البرلمان هي من المفترض أن تكون علنية وبشكل مباشر باعتبار يعني هو هكذا قواعد يعني عمل البرلمان، لكن في بعض الأحيان تحول الجلسات إلى سرية لطبيعة تعلقها ربما منها ما يتعلق بها جلسة الدولة. أمس رغم أهميتها وحساسيتها لكنها كانت معلنة بثت. نعم، مع ذلك يعني أنا أقول يعني عندما تحدثتم عن البرلمان السابق يعني ربما كان من أقل البرلمانات انعقادا وتشريعا واستجوابا، بالتالي خطوات البرلمان أو تشجيع البرلمان والدعم الشعبي للاستجوابات طبعا خطوة مهمة. يعني اليوم يعني كثير من ملفات ربما تتعلق وقضايا فساد لمسؤولين حاليين أو سابقين، وبالتالي هو هذا عمل البرلمان. البرلمان لديه ثلاث مهام رئيسية، هو التشريع والرقابة وإقرار الموازنة، وبالتالي لابد له أن يستجوب كل مسؤول أو يتساءل أو ربما يعني حتى يكون تنسيق بين عمل الحكومة. لا أقول التنسيق فقط في مسألة الاستجوابات أو السكوت عن ملف ما، وإنما التنسيق ربما استضافة بعض المسؤولين للإطلاع على بعض الملفات أو طبيعة العمل ولماذا التلكؤ أو لماذا لا، خصوصا الاستجواب يعني لمسؤول بملف فساد أو ملف هدر أو ملف سوء إدارة، إلى أي درجة سيعزز يعني إذا استمر يعني بهذا النهج الذي والمستوى المهني الذي شهدناه يوم أمس، إلى أي درجة سيعزز من ثقة المواطن بالبرلمان وأداء البرلمان؟ نعم أكيد هو المواطن يراقب، ومسألة الاستجوابات طبعا أنا قلت هي مسألة مهمة لعمل البرلمان وهي أحد مهامه الأساسية، وبالتالي المواطن العراقي يريد من برلمان أولا ينعقد ويشرع ويستجوب أيضا، وبالتالي لا يمكن يعني أن نلوم البرلمان أنه يعني أو نقول هذا البرلمان لم يشرع أو لم يستجوب أحدا طيلة هذه الفترة. أيضا هذه ربما يعني حتى تجعل المواطن يثق بأن البرلمان غير خاضع للضغوطات السياسية والقوى السياسية أيضا لا عليها لا تتدخل بشكل أو بآخر يعني بمسألة الاستجوابات أو تعقد صفقات، بالتالي عكس الاستجوابات هناك صفقات ربما بين قوى سياسية، السكوت على الملف مقابل السكوت على ملف آخر، وبالتالي هذا يؤثر بشكل أو بآخر على عمل الدولة العراقية ويؤثر بكثرة ملفات الفساد التي هي ربما كانت
يعني بالذات في الحكومة السابقة بسبب عدم فعالية البرلمان وعدم استجوابه لمسؤوليه، بالتالي كثرت كثير من ملفات الفساد وهنالك فضائح كبيرة ربما ستكشف في الأيام القادمة. طيب سيد عائد، يعني العمل البرلماني كما ذكر سيد واثق يعني هو تشريع قوانين ورقابة ومحاسبة، لكن ما مدى أهمية العمل الرقابي لتقوية عمل الحكومة بهذه الفترة في هذه المعطيات السياسية المتوفرة حاليا؟ سيدي الكريم، بكل تأكيد أنه ما يقوم به مجلس النواب العراقي هو تعضيد للعملية السياسية، يعني يضع أصبعه على الجرح أو على الخلل ومن ثم على الحكومة أن تذهب باتجاه تصحيح الأخطاء. هذا هو الدور المطلوب من مجلس النواب العراقي، أن يكون مناصر ومعضد للسلطة التنفيذية. بدون رقابة تشريعية أعتقد أن الأمور سوف تصبح فوضى. الاستجواب الذي حصل يوم أمس لمجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي لربما يفتح شهية النواب المستقلين وغير المستقلين في توجيه طلبات إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب العديد من الشخصيات، وهذا نضج بالعملية السياسية، هذا ما نبحث عنه وهذا ما نريده. اليوم عندما يتشجع نائب ويطلب من مجلس النواب مساعدة جهة سياسية أو جهة حكومية عفوا في مكان معين، فهذا هو العمل الحقيقي والعمل الصحيح المطلوب من مجلس النواب. لكن يوم أمس إذا شهدت أداء النائبة المستجوبة نائب ضاح الخصير كانت شرسة بالاستجواب، غير مقتنعة كما ذكرتم بأجوبة السيد الونان، كانت معتمدة على وثائق وهذه الوثائق أشرت تقصير بشهادة رئيس مجلس النواب بأداء هيئة الأمناء والسيد الونان. ما مدى هنا أهمية الحصول على الوثائق والوصول إلى هذه الوثائق من أجل عرضها وعمل عليها الاستجوابات؟ هو هذا اللي تحدثنا عنه أستاذ بشار، هو هذا النضج في عملية الطرح. يعني عندما يكون النائب قادر على أن يقوم بجمع الملفات والأوراق الخاصة بقضية معينة وهذه الأوراق حقيقية تدعم قضيته وتساعده في عملية الطرح داخل قبة البرلمان، هو هذا ما نبحث عنه. لا أن تكون هنالك استجوابات من أجل الظهور الإعلامي أو أن تكون هنالك استجوابات لمضيعة الوقت أو للصفصطة، لا بالعكس، هذا الأمر هو المطلوب اليوم بالنسبة إلى الإجابات التي حصلت من الأخوة في شبكة الأمناء. هذه راح تكون مسؤولية الحكومة التنفيذية، يعني تأخذ الموضوع على محمل الجد ومن ثم تحقق في هذه الملفات، وبالتالي هي العملية وليس حكرا على جهة معينة أو ليس حكرا على شخص معين، والعراق لله الحمد فيه من الكفاءة الشيء الكثير، فلربما أنه نشهد الكثير من التغييرات، وهذا ما تحدث عنه حقيقة وطرح بشكل جريء دولة رئيس الوزراء في أول أيام تسنمه المنصب، وحتى بعد ذلك قال بالحرف الواحد أن من يأتي إلى الكابينة الحكومية عليه أن يتجرد من امتداداته لكتلته السياسية. هذا ما نبحث عنه اليوم. إذا تريد أن تبني بلد يعني بلد مؤسساتي، العملية السياسية تكون فيه عملية شفافة، عملية مهنية، فيجب أن يكون هنالك دور معاضد من مجلس النواب إلى الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية تساند بعضها بعضا. شكرا لك دكتور عائد. للأسف كان يفترض أن تنضم لنا النائب ضاح القصير للحديث عن هذا الملف المهم باعتبارها النائبة المستجوبة يوم أمس، لكن ما قدرنا نحصلها عبر الهاتف. الشكر الجزيل لكم السياسي المستقل دكتور عائد الهلالي، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم رئيس مركز الكتاب السيد واثق الجابري، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.